السلام عليكم ورحمة الله. شباب يعطيكم العافية، نتوكل على الله. أول مرة راح أتكلم بالخليجي، هذا طريقة الإحماء 10 دقائق تقريبا، لأن وايد شباب يقولوا لي ليش ما تتكلم بالخليجي وكذا وهذا، وإحنا قاعد نتابعك. بعد ما نمر على طريقة الإحماء، أنا حاول أوصل الفكرة للشباب اللي قاعد يتابعوني، وأنا أدري بالشباب المغاربة ما شاء الله راح يفهمون علي. يعطيكم الصحة والعافية. من بعد 10 دقائق الإحماء أروح عشان أسوي استرتشات، إطالة حق الأرجل والعضلات عشان تفادي الإصابات. لا تنسوا الدعم على الانستغرام والفيسبوك، وتعمل لايك على القناة في اليوتيوب والاشتراك عشان تعمل فائدة واللي يوصلك الجديد بإذن الله. بعد ما نخلص من الإطالة حق تفادي الإصابات، ندش على التمرين الأول اللي هو تمرين رفرفة، لأن هذا التمرين وايد زين لتفادي الإصابات حق الأربطة أو الركب، وتلعب على الراحة. وهذا التمرين الثاني حق العضلات الأمامية نفس الشيء، راح يكون التكرار ما بين 6 عدات حتى 15 عدة، اللي هو جهاز الهاي سكوات، ورجولك واسع، يعني رجولك تكون 7 كما تشوفون من الزاوية الثانية، رجولك 7 هني، تنزل على الراحة وتصعد، دايما لا تخلي رجلك سيدة. وهذا التمرين الثالث كما تشوفون، يعطيكم العافية، قاعد ادز الجهاز بس ما ادز اخر شيء. الوزن يكون معقول على حسب قوتك وتحمل قوتك انت، يعني لا تشيل وزن زيادة اكثر من فوق طاقتك، لازم تتمرن بالراحة، ورجولك تكون على الجهاز 11، ولا تدز الجهاز على اخر شيء عشان الاربطة حق الركب، عشان لا تتعور، ودايما خلي العضلة متصلة مع العقل. ركز، اهم شيء انك تركز في الجهاز، او كل جهاز لازم تركز فيه باذن الله. الحين راح نمر على التمرين حد اللنجز، اللي هو التمرين الرابع كما تشوفون. لازم تركز واحدة واحدة، صدرك فوق، وتلعب خطوات حق العضلات الأمامية والعضلات الجانبية كما تشوفون يا شباب. روحة وردة، هذه تساوي جولة على قوة تحملك أنت. دايما بقول على قوة تحملك، يعني ليه؟ أهم شيء هو أنك تلعب على قوة تحملك. تقدر تروح 10 خطوات وترد 10 خطوات، تقدر تروح 12 خطوة وترد 10 12 خطوة، على حسب قوة تحملك انت. كما تشوفون الطريقة، دايما ظهرك مستقيم، صدرك فوق، وترمي خطوات وتركز بالعضلات وتنزل ببطء وتسعى. هذا التمرين الخامس كما تشوفون، يعطيكم العافية، اللي هو حق العضلة الداخلية اللي هي بين الفخذين، الالتصاق الفخذين. العضلة الداخلية هذه وايد مهمة كما تشوفون، تنزل ببطء وريلك مفتوحة، يعني ريلك 7، راح اوريكم شلون حق طريقة الزاوية الثانية. كما تشوفون الحين ريلك 7، تنزل ببطء، وأول ما تصعد تدز ظهرك شوية أمام وتركز. الحين راح نمر على الخلفيات، هذا التمرين السادس حق العضلة الخلفية كما تشوفون. أول ما تسحب الجهاز من تحت، من فوق لتحت آسف، دز الجهاز تحت، تركز، تحسب 1 2 وبعدين تفتح، 1 2 بعدين تفتح. عدد المجموعات يكون ما بين 3 حتى 4 مجموعات، وعدد طقات أو عدد تكرار راح يكون ما بين 6 حتى 15 عدة كما تشوفون، على حسب قوة تحملك أنت. يعني أهم شيء تخلي العضلة متصلة مع المخ وتركز بالعضلة زيادة. هذا التمرين السابع اللي هو نلعب كل ريل بروح كما تشوفون، وتركز على العضلة الخلفية. أول ما تسحب تحسب 1 2 بعدين تنزل، 1 2 تنزل كما تشوفون. لازم ضغط الدم يوصل للعضلة وتركيز، لا تسرع بالجهاز، وعدد تكرار كما قلت لكم يا شباب على حسب قوة تحملك، يروح ما بين 6 حتى 15 عدة، لأن الأرجل عضلة قوية وتحفز هرمون التستوستيرون، فلهذا لازم تركز في عضلات الأرجل عشان تفادي الإصابات. وايد وايد إصابات يجون من الأرجل. تلعب بالراحة وتركز في العضلة الخلفية. والحين راح نمر حق فتح وتسكير، اللي هي هذه الآلة وايد وايد حلوة، اللي هو الجهاز رقم 8، يعني الجهاز الثامن والتمرين الثامن. تفتح حق العضلة الجانبية الخارجية والعضلة الخلفية اللي ورا كما تشوفون. قاعد نركز ونفتح
وظهرك يكون أمام. لا تنسى دح ظهرك، بس ظهرك لازم يكون أمام عشان تركز على العضلة الخلفية اللي هي حق الحوض الجانبية. والحين التمرين السابع على نفس الجهاز كما تشوفون، قاعد أسكر وأحسب 1 2 وأفتح حق العضلة الداخلية اللي هي العضلة التصاق الفخذين، وهذه العضلة وايد مهمة. كل ما تكبر هذه العضلة كل ما ريلك تبين أجمل وأحلى بالستيج، يعني تبين وايد كبيرة حلوة ما شاء الله. كما تشوفون دايما بقول لكم عدد التكرار على حسب قوة تحملك أنت، أهم شيء تركز بالتمرين وتخلي دايما العضلة متصلة مع المخ. الحين مرينا على تمرين البطاش السوبر سات، هذا التمرين حق العضلة الأمامية حق البطاش. وايد شباب ما يلعبون هذا التمرين، وهذا التمرين وايد مهم حق العضلة الأمامية حق البطاش، يعني يقوي العضلة حق البطاش ويعطيها شكل وجمالية وايد قوية. كما تشوفون قاعد ألعب الحين كل ريل بروح، بعدين أتنقل على الجانب اليسار أو الأرجل اليسرى، وتشوفون والعب. عدد التكرار راح يكون من 8 او من 10 ل 15، لان العضلة البطاش بتكون عنيدة لازم تعطيها تكرار عالي. انا هني قاعد العب عضلة الامامية كل رجل بروح او ريل بروح، وبعدين العب العضلة الخلفية حق البطاش اللي هم العضلات الثنائية، وقاعد العبهم مع بعض. اوكي، يعني تمرين سوبر ساج حق البطاش كما تشوفون بالطريقة عادي. أول ما تسحب ركز وحسب 1 2 وانزل، ثانيتين وانزل. أوكي، كما تشوفون يعطيكم العافية. شوف شكل البطة الحين يبين من تركيز التمرين، مو من قوته بس من تركيزه يبين أن التمرين قاعد تركز فيه وقاعد تلعب صح، وظهرك يكون مستقيم كما تشوفون. هذا التمرين الثاني هو الجهاز حق الدز، حتى هو سوبر سات راح نلعبه حق العضلات الخلفية حق البطاج. كما تشوفون الحين ريلك سيدة وقاعد تلعب على البطاج. بعد هذا الجهاز، يعني في نفس الجهاز في نفس نطة أو درجة خفيفة، أقوم كما تشوفون الطريقة وأحط ريولي عشان ألعب هوائي. شوف الطريقة، يعني في متسع عشان ريلي تنزل آخر شيء وأصعد، أهم شيء أركز. أحسب 1 2 وانزل، 1 2 وانزل. وصلنا لآخر الفيديو شباب، يعطيكم العافية، أتمنى ينال إعجابكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا لايك على الفيديو والاشتراك بالقناة ولكي تعمل فائدة، وإن شاء الله الرحمن الرحيم لنا عودة وفيديوهات جديدة وتمارين جديدة. وإلى اللقاء فرصة قادمة، ولا تنسوا التعليق على الفيديوهات، وشكرا.